ما ما براكس نعم اذا تعلمنا وعملنا لابد ان ندعو الى هذا الذي تعلمناه وعملنا به انت فيا لارتو انت فيا براكتيس سو مو في تيلكال تي دي لارتو و براكتيسيت على العلم والعمل والدعوه و فيا تو موديت ما و لاره و دو ده نصنع هذا في الدنيا باذن الله نجيب عن اسئله القبر فيس فيرد هير اي ديت تليف سو سو فيل ان شاء الله كلار اسفاره في الدليل على هذه المسائل الاربع سوره العصر او beviset för de fyra tingena här ligger i sura اقسم الله سبحانه وتعالى ان كل انسان خاسر واستثنى من الخاسرين من ياتي بهذه المسائل الاربع الله سبحانه وتعالى اسفردت och att alla människor hela mänskligheten har fortapt bortsett och utonom de fåka som kom som gör de fyra tingena här يقسم العلماء رحمة الله تعالى الصبر الى ثلاثة اقسام. دي الله صبر الاول الصبر على طاعة الله حتى تؤدى نصبر على الصلاة على الصيام على الحج نعم. فاش الله سبحانه وتعالى صار دبر إكزامبل نعم الثاني الصبر عن معصية الله يعني نبتعد عن المعاصي نصبر حتى لا نقع في المعاصي. نعم الثالث نصبر على ما يقدر الله سبحانه وتعالى كمرض فقر فقد مال ابتلاء Og den tredje er at vi gjør ha tålmodighet med det som befaler oss. fra Allah side, Sånn som sykdom og død eller andre ting. Ja. Allah vet best.